9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي دعم الحكومة المستمرة لدور منظومة الشكاوى الحكومية في تلقي وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص والرد عليها إلكترونيا والمساهمة في حلها. جاء ذلك خلال متابعته جهود منظومة الشكاوى الموحدة في التعامل مع المواطنين خلال ديسمبر في إطار توجيهات الرئيس السيسي بدعم جسور الثقة مع المواطنين. هذا وتلقت المنظومة ورصدت 115 ألف شكوى خلال ديسمبر، حيث تحرص الحكومة على توفير قنوات تواصل عصرية تناسب مختلف شرائح المجتمع المصري للتلقي ورصد شكاوى المواطنين من خلال دعم رئيس مجلس الوزراء الدائم للمنظومة عبر توجيه القيادات بجميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية بفحص ودراسة تلك الشكاوى وتقديم أفضل استجابات ممكنة لأصحابها. شنت القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية ضربات على 21 منطقة تمركز للقوات الروسية وثلاث هجمات على مواقع أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات. وقال تقرير لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن الصواريخ والمدفعية قصفت 4 مناطق تمركز للقوات ومستودعين للذخيرة للقوات الروسية. أعلنت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة ستستضيف اجتماعا لوزراء العدل في مارس المقبل، وذلك لمناقشة سبل دعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب المفترضة في أوكرانيا. وتجرى المحكمة الجنائية الدولية حاليا تحقيقا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد تكون ارتكبت في أوكرانيا. ووفقا للحكومة البريطانية فإنه من المقرر أن يشارك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في اجتماع مارس مع وزراء من جميع أنحاء العالم. دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال اجتماع طارئ مع خبراء ومسؤولين عن قطاع الصحة إلى نهج جريء وجذري لإيجاد حلول للأزمة الحادة التي يشهدها النظام الصحي في البلاد، ويعاني نظام الصحة العامة نقصا في التمويل منذ سنوات في وقت يزيد فصل الشتاء من الصعوبات، مما يضاعف معاناة خدمات الطوارئ في المستشفيات جراء حالات الإنفلونزا وفيروس كورونا. واعتبر سوناك أن الوضع القائم لن يحل التحديات التي تواجه بلاده. قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبينزي إن الفيضانات غير المسبوقة التي تضرب منطقة كامبرلي في غرب أستراليا لها تأثير مدمر على بلدات معزولة. وأضاف ألبينزي أن الوصول إلى بعض المناطق كان صعبا بسبب ارتفاع المياه. هذا وتعمل مروحيات على نقل السكان إلى مناطق آمنة في ظل ارتفاع منسوب المياه للفيضانات في منطقة كامبرلي ذات الكثافة السكانية المنخفضة في غرب استراليا. ووصفت أجهزة الطوارئ الفيضانات بأنها أسوأ فيضانات شهدتها الولاية على الإطلاق. قالت السلطات المكسيكية إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه وأصيب 57 آخرون في تصادم قطاري أنفاق في مكسيكو سيتي. وقال قائد الشرطة في المدينة عمر غارسيا إن امرأة شابة لقيت حتفها في الحادث، لافتا إلى أنه تم إنقاذ 4 آخرين كانوا محاصرين في عربة واحدة على الخط الثالث وهم بصحة جيدة. نهاية موجز 9، ونعود لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.